صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان، من خلالكم بدي أوجه الرسالة لعمي حسن نصر الله. هالخطابات اللي عم تعملها، منك عارف حالك؟ فشلت فشلت، كل حكم ما في عدالة هو حكم فاشل. مبسوط إنه كل هالمفسدين والفاسدين، انت كان فيك تعمل اكبر زعيم اسلامي وعربي، انت بشخصك. ما قبلت، ربطت حالك بسرعة بفاسدين ومفسدين ما قلن اي قيمة، يلي هن نظام بيت الاسد بسوريا وميشيل عون وسليمان فرنجي، وفت علين هيك ووعت وهاب ونهاب وعاصم عنصو هيك، شو هذا غسان جواد؟ ولك منين كيف بتجيبين كيف بتلملمن؟ ما بعرف انت محتاج لك الله الشغله. اليوم عم بتهاجم السعوديه، لك هالانفعالات اللي عم تعملها، ولك شعب السعوديه وجيش السعوديه، وثلاث ارباع ثلاث ارباع مش النص من اللي حاكمين بالسعوديه ماشيين معك. كانوا انت ايدي كيف فيك تحكم المنطقه العربيه كلها بس ما عملت عداله؟ انت تركت بلبنان سلطه المال العام، ليش؟ هذا مالك، مال الشعب اللبناني انت مسؤول عنه. ليش الشيعه من اللبنانيين يلي انت اخذن على الحروب؟ لك فيك تكسب سوريا وتكسب اللي بدك اياه والسعوديه وكله، وتغير انظمه وتحط انظمه، انت واقف بدون ضربه كاف. بتطلعتيني مثل ثوره 14 اذار، ما صار فيها نكعه، ما صار فيها ضربة كاف، ما تصرفت بفهم. ليش؟ لأنه أنا الرب وإلهك. الديكتاتورية اللي براسنا كلنا سوا بهالمنطقة العربية بتبكي. إلى جانبنا دولة إسرائيل، ولك فتحوا حساب، فتحوا حساب تيجيهن معيشاتكم. رئيس وزراء إسرائيل الله يرحم نفسه، إن شاء الله بتكون نفسه بالسما بمحل بالفردوس، سفير لدولة إسرائيل بالولايات المتحدة، فتح حساب بالبنك تيجيهن إذا ما عن فرنكين بيحطوهن، وتيجيهن كل شهر لما بيجي كسفير كمعاش. شو كانت النتيجة؟ لما تركوا من هون وتركوا السفارة خلصت مته وراح على إسرائيل، بقي في 3000 دولار بالحساب. يعني الفايدة كلها سوا أنا زي كان شي 32 دولار أو 29 دولار. نسيوا ان يعلنوا جيهن مدخول 29 دولار. شو صورة القصة؟ استقال كرئيس وزارة. لك هيدي العدالة. شفت البترك الراعي كيف راكب بالرولز روز؟ مش عيب، مش عيب. اش بدهم يشتروا له ضميره ووجدانه؟ ومين اللي سارقين المال العام بفضل صلاحك؟ شفت العرس تبع بيت المئاطي نجيب مئاطي عامله لابنه؟ مش عيب، بليق فيك انت؟ بليق فيك؟ ليش هني دافعين ضريبة على المال اللي اخدينه من لبنان؟ اخدين 6 مليار بالشار الاسد. اسأله اذا فيك 100% بده رضاك. الله بيقر لك، الله نحسته يمكن شي 3 مليار اتركوها معك نوصفوا لي هي، على كتر ما معه مال من سرقة لبنان. هذا مالك مالك مالك. رحت على الفساد، معقول تترك المضاربة على الأراضي بهالشكل؟ أنا لما بدي جي اشتري كمية أرض، أنا لبناني بجواز سفري وبهويتي اللبنانية، ولو أنت وين جهازك اللي بالأمن العام بحقق؟ من وين جبت المصريات؟ اذا انت عم تشتري لارثوذكسي سوري قاعد ببيريز، او انت عم تشتري لوحده سعودي او واحد، مش عيب؟ ما بيجرى تحقيق معي انا؟ تركت يحصل مضاربه على لقمه الرغيف تبع الفقير بالارض تيقدر يعمر بيت وينام؟ هيدي مرجلتك؟ ما فينا نحكي معك، رأسا بتاخدها شخصية وانه نحن عم نتعرض لك وعم نحكي، عم نشوف اخطائك. يوم اللي انت كنت عم بتساير النظام الارهابي بسوريا بعهد حافظ الاسد، كنا نحن عم نمشي بشوارع باريس ولندن ومونتو كارلو كان وجنيف،
ونعيط ونقول نريد عدالة بلبنان، ليش ما منعلم من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة، وأملنا كان به شفناهم بالحركة الوطنية أهم شباب مرقوا بتاريخ لبنان من الطائفة الشيعية الكريمة. منبلش بأحمد سواد، بسرحان سرحان، حبيب صادق، شو ما وين رحت؟ تفرج وين رحت؟ مستويك وصلته ميشيل عون، لك شايف شايف انت جبران باسيل، ولك ليش ما كان يلبس، ليش ما كان يلبس ميشيل عون عمه هاللبس بباريس؟ ليش هون؟ كيف؟ منين جه هالمال؟ انت محتاجها؟ لك انت مثل السيد المسيح بتحمل العصا، عندي صورة لك عم بتبوس ابنك يمكن طفل، هذا السيد المسيح بصورته. قلت لي لا، انا بدي احط مستواي ماهر وباسل، هلكم ضابط البسخين انت مانك شايفهم، مانك شايفهم على طاولات الناس، مانك شايفهم بالكازينوات، مانك شايفهم انت وسليمان فرنجي وميشيل عون. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم، وين وصلت حيلك؟ ليك وين وصلت حيلك؟ ما فيك تطلع من الحرب بسوريا، هي مقبرتك، وصلت حيلك انت الهام، ما حدا وصلك. ما في شيء اسمه مؤامرة في مصالح، انت فت بلعبة، انا مصلحتي اني اتركك جوا، العيب والكود، العيب والكود، وباخر المطاف انا اللي بقرر شو مصير المنطقة انت بتمشي فيها. هذا كل الموضوع، هذا كل الموضوع. واحد ببلش من محال، السيد المسيح في تلين على المعبد، حاطين هالطولات عم بيتاجروا عن يعملوا، سحب 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 الكرباج عليهم، قال ان بيتي هو بيت الله، طلعوا لبرا، بلش فيهم يضربوا الطولات تبعهم. لك كيف جبتن، كيف جبتن هول جمعتن كله؟ لك انت محتاج ناصر قنديل يكذبك ويحكي هول ويعجب؟ لك انت محتاج هالشغلات هيدي كلها؟ انت محتاجه؟ هذا كل المأخذ، هذا كل المأخذ. راحت أهم حركة وطنية بتاريخ الدول العربية، جيت أنت حاملة أهم من الحركة الوطنية بدون برودة، البرودة بتتركها بلي وقته وبتحمل العصا. ها أكبر زعيم مرق بتاريخ الإسلام بعد الإمام علي بن أبي طالب هو أنت، أكبر زعيم مرق بتاريخ العرب أهم بكتير من عبد الناصر، روحتها كلها هيك وكبيتها، روحتها هيك وكبيتها، روحتها وكبيتها، وبتتلاوى مع الناس بيهاجموني وبيحكي علي وبيعملوا لك. أهم مستشار لألك نديم قطيش، عم بيلفت لك نظرك على كتير شغلات. أهم مستشار لألك، أهم مستشار، ما بدك تسمع له، بتاخذها بيرسونال، بتاخذها شخصية، بتاخذها ما عندك ماني فاهمين. يعني أنا بعض الأحيان بعض بصفن هيك بقول إنك مانك قاري نهج البلاغة. أنا اللبناني من بلدي اسمها صغرتي، أنا اللبناني من بلدي اسمها صغرتي، حاطط نهج البلاغة، حطختي تقرا كل ليلة، كل ليلة كل ليلة كل ليلة كل ليلة تقراه كل ليلة. ليكا ولك انت، انا صار عندي قناعة انك ما نخوري نهج البلاغة وما لك علاقة فيه. ولك ليكا 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 تطلع فيها تفرشيك اياها ليكا. ولك اذا ما قريته كل ليلة بحس حالي ضايع، ما عم بفهم. لك ما إلها علاقة، ما إلها علاقة. بدك تقول لي انه انتو بيت الاصحابنا من اصل شيعي؟ ممكن، بس في كتير بدنا نعمل دي ان اي، في كتير عائلات بقلب صغرتها بلدتي من اصل متاولة. نعم، يمكن هذا حبي للامام علي وقناعتي فيه. في منطق منك عم تمشي فيه، فت بحرب ما في لزوم لألا، ما في لزوم لألا، قادر تكمش اللعبة كلها، كلنا منعرف، بتشيل برنيتة تحمي راس،
تقطي الشجرة تحمي غابة، مقسم بتشيل ماهر وماهر وماهر وباسل الأسد وهالعشر ضباط الأرض وهالثرويات الكبيرة. لك كان رستم غزالي والشعار اللي كان مثل مطرابلس محمد الشعار وجامع جامع، وهول ما كانوا ماتوا كانوا ممنونين هيك، كنت خلصتهم على كتر ما معن ثروات بدل ما تكمشن وتفوتن على الحبوس، ضل انهيتوا المال تبع الشعب اللبناني. تحكي بالأخطاء، هيدي الأخطاء كلها اللي عملتها، ما بدك، ما بتقبل، ما بتقبل حدا يحكي. شكرا وألف شكر يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان.